ايوه اقول النادي الاهلي عنده دوافع للتحدي، عنده ايضا القدره انه يقدم مباراه كبيره. انا في رايي الاوبجيكتيف الهدف الرئيسي للنادي الاهلي من البطوله هذه خلينا نحكيه كابتن اسلام، هو انه يطلع على منصه التتويج، وصل سيمي فاينل، الان خطوه اخرى يجرب نفسه مع بايرن، يلعب مرتاح. الضغوط على بايرن في الاخير ليست على الاهلي. زي المباراه اللي فاتت الحقيقه، مباراه الاهلي والدحيل، اعتقد كانت الضغوط على الدحيل ما كانتش، او كانت الضغوط على الاهلي انا اسف مش على الدحيل، وبالتالي الاهلي صعد. صح. نعم قلت لك صح 100%. انا كنت حتى عملت معناها عمود في موقع الكتروني وين وين، قلت انه الاهلي كفرقه وبشكل حالي الفرقه هو المرشح للفوز، وبالتالي بالفعل الضغوط على الاهلي في ماتش الدحيل عكس ماتش الغد اللي الاهلي خلاص معناه وصل اوبجيكتيف تبعه السيمي فاينل. أيوة. يلعب مع بطل اوروبا واقوى نادي الان في العالم.